راح نتابع محطتنا مع حلقة سينما وضيفة باستوديو. اليوم ضيفي صديق وعزيز، وايضا اليوم رح نحكي عن موضوع متعلق بالافلام القصيره، لانه مؤسسه منتور عم تعنى ايضا بالافلام القصيره للتوعيه. ومعنا اليوم بشاره غاوي، وهو مسؤول التواصل وتنميه الموارد بمؤسسه منتور ارابيا. بشاره صباح الخير. صباح النور غيره، واهلا وسهلا فيك دائما وابدا في عالم دائما الصباح. انا بطلت حس حالي ضيف، صرت من اهل البيت. خلص من اهل البيت، خاصه بمواضيع عديده، مواضيع توعويه كثيره بتقوم فيها على مدار السنه. انما هالمره كمان كان موضوع له علاقه فينا نحن، اللي هو موضوع الافلام القصيره. مزبوط. هالسنه كمان التركيز على هذا الموضوع لحتى نحس فعلا قديش الافلام، كل الافلام القصيره والطويله، بتوصل رساله بشكل بعض افضل من حيلا شيء ثاني. مزبوط، وخاصه انه هلا نحن عم نتوجه مثل بكل مبادراتنا للشباب، لانه نحن مثل ما ذكرنا من لما اطلقنا المسابقه من 6-7 اشهر تقريبا، وكمان كنت ضيفك وحكينا عن الموضوع، كنا عم ندعي وقت العالم الشباب الفئه العمريه بين 18 و30 سنه انها تقدم الافلام تبعها. وحضرتك كنت بلجنة التحكيم وشفت عدد الأفلام اللي قدمت، يعني إجانا أكثر من 100 مشاركة من 12 دولة عربية، وكان في 20 جامعة مشاركة كمان من هول الدول العربية، حمست طلابة كرمال يشاركوا بالمسابقة الأفلام القصيرة. راح تابع بالحديث مفصلا عن هالموضوع، بس بالبداية كنت بدي أعزي العالم العربي والعالم خاصة بخسارة كتير كبيرة للسينما العربية، واللي هي الفنانة الكبيرة شادية. هالفنانة اللي رحلت مبارح بالليل من بعد صراع مع المرض، وكانت مؤخرا بالعناية المركزة. وأيضا بدي أقول أنه الجدير بالذكر كان أنه هالسنة مهرجان القاهرة اللي ابتدى الأسبوع الماضي، واللي متابع مهرجان القاهرة السينمائي كان موجه تحيته للفنانة شادية. رحلت مبارح بعمر 87 سنة تقريبا، بس الملفت كان جدا بحياة شادية أنه هي اعتزلت التمثيل من بعد 50 سنة، وقت اللي كان عمرها تقريبا 50 سنة وشوي، من بعد بعد ما عطت 112 فيلم للسينما ومنهم أفلام عديدة. واللي حلو كان فيها أنه كانت متنوعة المواهب، تغني وترقص وتمثل. وأكيد اليوم حبيت بس أذكر هالموضوع لهالخسارة الكبيرة للسينما العربية. إنما الأسبوع المقبل بوعدكم رح خصص حلقة كاملة عن معظم أفلامها، وخاصة الأفلام اللي تركت بصمة كتير بحياتنا والأغاني الجميلة جدا، ومنهم أيضا مشاركاتها بثلاث أفلام، هي والعندليب الأسمر الراحل عبد الحليم حافظ. ترقبوني الأسبوع المقبل فأذا بحلقة مفصلة عنها وعن وجودها بالسينما وعن أغانيها وعن المهضومة اللي كانت وكانت تسمى دلوعة السينما العربية. رح تابع معك بشارة ونحكي فأذا عن المشاركة اللي كانت كبيرة، يعني مثل ما ذكرت أفلام كتير اشت من معظم أنحاء العالم العربي لشباب كتار فعلا حسوا أنه لأنه هني كمان معنيين، هني حسوا أنه هني بدهم يشاركوا لحتى يقولوا رسالتهم أكتر للمجتمع. مظبوط، كان في مشاركات من لبنان، من فلسطين، من مصر، من الجزائر، من المغرب. والحلو بالافلام اللي قدمت على المسابقه انه الموضوع ما كان بس عن المخدرات، كان عن كل السلوكيات الخطيره، يعني في مواضيع لها علاقه بكيف نحن ما بنكون عنصريين، او كيف ممكن نتعامل مع الاطفال اللي عندهم احتياجات خاصه، او العنف ضد المراه، او حتى التطرف والارهاب. يعني واللي كمان حسيناه بالافلام اللي قدمت من هذه الفئه العمريه انه المشاعر عند هذه الفئه هي كثير بتاثر بحياتهم وبكيف ممكن هن يطوروا سلوكهم. فمشان هيك هيدا خلينا نحن كمؤسسه نرجع نقول انه البرامج اللي نحن بدنا نشتغل عليها كمان تقدر تاخذ هيدا المعيار بعين الاعتبار، معيار الشعور، انا كيف ممكن الآخر يتقبلني، أنا كيف ممكن أظهر إذا ظهرت من علاقة فاشلة كيف أتخطاها، ما أوقف عندها، كيف إذا تعرضت لضغط من المحيط تبعي أقدر أنا واجهه، أقدر أقبل حالي. وهلأ عم بيشوفوا المشاهدين بالصورة حتى التقنيات اللي استعملت. صحيح. كمان كانت تقنيات كثير متطورة، حتى في فيلم من الأفلام
اللي هو ترشح للمرحلة الأولى اللي هي صحيح. 14 فيلم توب 14 صور بأكثر من بلد مع أكثر من شخص بكاميرايات تليفون وانعمل المونتاج. فكانت إنه بين فرنسا وبين مصر وبين دول عربية تانية. وهذا الشيء شجعنا أكثر وأكثر إنه الله راد كمان نرجع نتابع بهذا المشروع، لأنه والأفلام كمان اللي تقدمت هلا صحيح الأورد سيريموني أو مهرجان توزيع الجوائز رح يكون الأسبوع المقبل، نعم، الأربعاء والخميس. عشان هيك أنا حبيت استغل اليوم وجودك قبل ما تسافر على الأردن، قبل ما كلنا نروح نسافر على الأردن. يعني قديش تقريبا كان عدد الأفلام اللي اجت بالأول؟ يعني نحن حضرنا بعدين الأفلام اللي تم تصويتها يعني نوعا ما لحتى نقدر نوصلها للمراحل النهائية، إنما بالأول كم قديش كان عدد الأفلام؟ كان في أكثر من 100 مشاركة من أكثر من 20 جامعة من أكثر من 12 دولة عربية. والأفلام اللي حضرتها لجنة التحكيم أكيد انعمل لها بري سيلكشن أو تصفية بناء على معايير لجنة التحكيم هي اللي قررتها. وبتذكر بلقاءات لجنة التحكيم كان في أفلام يمكن أحد الأعضاء يحبه أكثر من عضو تاني، يصير في نقاشات، وهذا الشيء اللي خلى يعني العلامات تكون أوقات متقاربة جدا. وكمان انعمل تصويت على السوشيال ميديا، 25% من العلامة الأفلام التوب 5 الرابحة هي من السوشيال ميديا، وما بخبرك الكومنتس والعالم قديش كانت حابة أنها تشجع الفيلم ويسألونا مين ربح وين صرته بالتصويت وأمتى الجوائز. فهلأ ندعي كل العالم ومشاهدينا بالأردن خاصة أنه يحضروا العرض. نحن عاملين بست الشهر بالهيئة الملكية للأفلام بالأردن بعمان عرض لل 14 فيلم، نعم. وتاني نهار بسبعة الشهر كمان عشية بالبزنس بارك مجمع الملك حسين المسرح الرئيسي في الأورد سيريموني للتوب 5 الخمسة الرابحين، نعم. هن رح تتوزع لهم الجوائز برعاية ولي عهد الأردن الملك الحسين بن عبد الله. نعم، وراح تكون فاذا هالجوائز موزعه على خلص الفائزين اللي عرفوا حالهم انه هن فائزين، بس بعد ما عرفوا مين الاول مين الثاني، عارفين انه هن اول خمسه. وشو هن راح تكون؟ شو الجوائز راح تكون هلا؟ في جوائز ماديه، نعم. وفي كمان جوائز معنويه. في عندك التوب 1 من 4000 دولار للتوب 5 اللي هي 1000 دولار، بتصير بننزل يعني من التوب 1 للتوب 5. والجائزه اللي هي اهم هي راح يصير في كوبلينج او منتورينج اللي هو اساس شغلنا احنا بمنطر العربيه، نعم. انه الشباب اللي هن باول عمرهم اللي بدهم يتوجهوا بشغل معين او بحياه عمليه معينه يكون في عندهم ارشاد وتوجيه من حدا اكبر راشد قادر يعطيهم من خبرته، نعم. فلجنه التحكيم بده يصير في عندها تعاون مع الرابحين كرمال على مده سنه يقدروا يطوروا المهارات تبعولهم بالاخراج بالتمثيل بكتابه السيناريو. لانه لجنه التحكيم انا بهمني اشكرها واشكري، نعم. كمان شخصيا أقل شيء. على الوقت والجهد اللي انحط، وهلا كمان على المتابعه اللي رح تصير. يعني هي النصيحه او التوجيه هو كتير اساسي لهودي الاشخاص، صحيح. اللي هن ببدايه حياتهم المهنيه يقدروا يطوروا مهاراتهم. طب هون كمان يعني لجنة التحكيم مثل ما ذكرت يعني كانت كمان متنوعة، يعني مش بس من لبنان، كافي من سوريا، كافي من الأردن، كافي من مصر، إذا بنذكرهم من السعودية كمان إذا بدك نذكرهم. مزبوط، أكيد في الممثلة المصرية نيلي كريم، المخرج اللبناني ميلاد أبي رعد موجود بالأردن، زميلتكم ريوى الأطرش، نعم. المديرة التنفيذية سوريا إسماعيل، قيس الشيخ نجيب من سوريا، أمين درة المخرج اللبناني، عهد كامل الممثلة والمخرج السعودية اللي عملت أول فيلم سعودي كمان وحيز على عدة جوائز، كاتب السيناريو المصري عصام يوسف، أكيد الإعلامية غيدة مجذوب، أحمد الخطيب من الأردن، صوفي بطرس، شاكر خزعة الفلسطيني الكندي، نعم. مريان خوري اللي عندهم شركة إنتاج بمصر وهي بنت اخته ليوسف شاهين المخرج الكبير وتلمزت على ايديه لمده 30 سنه، ابراهيم سماحه مستشار وزير الثقافه ومؤسس مهرجان كابريولي، وسام لحود اكيد اللي هو مؤسس مهرجان الانديو للافلام. فلجنه التحكيم غنيه مثل ما قلت ومتنوعه، وانا كمان حبيت اشكرهم واحد واحد على الجهد اللي حطوه. كل حدا عنده نظره مختلفه، يعني النظره الاعلاميه، النظره الصحيه،
النظرة الإخراجية الكتابية. فالشغل اللي نعمل عن جد كأول دورة فاق التوقعات، وإن الله راد الدورات الجاية رح نشتغل بعد أكثر وأكثر. وكمان هون يعني مثل ما ذكرت يعني هالدورة الحمد لله كان فيه لجنة تحكيم كبيرة ومتنوعة، والأفلام اللي طلعت بالنهاية بالنهائيات يعني بين 75% اللي احنا وضعناه وبين 25%، لأنه مثل ما ذكرت حتى بلجنة التحكيم بتتفاوت الأراء. مزبوط. وأكيد الجمهور بيكون عم تتفاوت الأراء يعني عنده. العلامات الفارقة بشكل كتير كتير بسيط. نعم. مشان هيك نحن حبينا أنه مش بس الأفلام الخمسة الرابحة، هي يعني حتى بالبوكلة تبع السيرموني مذكور ال 14 فيلم، ورح ينعملون عروض بالهيئة الملكية للأفلام بست الشهر وكل الناس مدعوين اللي بموجودين بعمان. مزبوط مزبوط. وحتى ما نرجع عم نذكر بس وين بشارة، هي بالهيئة الملكية للأفلام. نعم. بعمان بشارع الرينبو بست الشهر العرض لل 14 فيلم بحضور لجنة التحكيم، وبسبعة الشهر هو توزيع الجوائز للخمس الفائزين بالبزنس بارك المسرح الرئيسي وبرعاية ملكية. يعني برعاية أكيد برعاية ملكية مشكورة، وشريكنا الأساسي بالأردن لهذه المسابقة ولكل البرامج اللي نحن بنقوم فيها، لأن المسابقة هي واحدة من المبادرات، هن الجمعية الملكية للتوعية الصحية رويال هيلث أويرنس سوسايتي اللي بترأسها جلالة الملكة رانيا. وحتى يعني باليومين نحن بزيارتنا لعمان المسابقة أو الحفل النهائي هو أحد الأنشطة اللي عاملينها، يعني عنا يومين فول بين زيارات لمدارس بين حتى جلسات توعوية وتثقيفية عن موضوع الوقاية من السلوكيات الخطيرة. ومعظمنا رح نكون موجودين بعمان إن شاء الله بنهار العروض الكاملة لكل الأفلام، وأيضا بنهار الختام لهذا، وبالإضافة للجولات اللي رح نقوم فيها أكيد. كمان وهون أنا بدي أقول أنه منتور أرابيا لأنه مسؤولة عن مواضيع تنموية وتوعوية وأيضا بالتنمية البشرية، يعني هون أنا اليوم عم بركز على موضوع السينمائي، موضوع شق الأفلام القصيرة بالتحديد اللي هي مثل ما قلنا أول مرحلة وإن شاء الله رح يكون فيها سنين من بعدها، إنما أيضا يعني المهمات اللي بتقوموا فيها مستمرة على مدار السنة وبمجالات مختلفة متعددة. أكيد الهدف من مؤسسة منتر أرابيا هو تمكين قدرات الشباب لوقايتهم من السلوكيات الخطيرة. نعم. من خلال برامج موجهة لفئات عمرية، عنا برامج من 3 سنين بالمدارس ل30 سنة وحتى أكثر، يعني في برامج موجهة للأساتذة للأهل، في برامج موجهة حتى للعاملين الاجتماعيين للوزارات للمؤسسات الغير حكومية، وفي المبادرات اللي هي موجهة للعامة مثل مسابقة الأفلام القصيرة، مثل جائزة المبادرين الشباب اللي حصل عليها سنة الماضي شاكر خزعل من فلسطين ورجان العباد. نعم. من السعودية، اللي هن مؤثرين بحياتهم العادية مع المحيط تبعهم، وهن ضمن البرنامج تبعهم كان معنا كمان شاكر أكيد باللجنة ضمن البرنامج تبعهم بيروحوا بيزوروا مدارس بيزوروا جامعات يقدروا يعطوا من خبرتهم، لأنه أهم شيء أنت تقدر تتواصلي مع هذه الفئة العمرية. هلأ مع بظل كل وسائل التواصل خف كتير التواصل المباشر، فنحن بهمنا قد ما فينا نخلي كل هالفئات العمرية الشابة المراهقين الأطفال يقدروا يحكوا يعبروا عن حالهم ويسألوا شو هن المخاوف تبعولهم. صحيح. ويتعلموا من خبرة الأشخاص اللي هن أكبر منهم بالعمر. ونحن دايما فخورين نحن اللي مشتغل بالقطاع السينمائي واللي مندعم السينما بالدرجة الأولى، أنه دايما السينما والأفلام إن كانت قصيرة أو طويلة مثل ما ذكرنا هي فعلا أكبر مرآة أو أهم مرآة للمجتمع، وهي أكثر رسالة توصل لكل الناس بطريقة كتير سريعة. فعلا فعلا بطريقة كتير سريعة، وعم بيكون في مشاركة من كل الأعمار من كل الجامعات، لأنه بالدرجة الأولى هني هالأشخاص هني معنيين بهالموضوع. عم نشوف فعلا شغل يعني دقيق وشغل بكل التقنيات عم بيكون مستعمل من التليفون لأكثر وسيلة متطورة بالتصوير وبالمونتاج وغيرها. أكيد كل التوفيق للكل، وأكيد نحن عقبال السنة الجاية كمان، وإن شاء الله موعدنا الأسبوع المقبل بعمان بالأردن بستة وسبعة الشهر مع مهرجان الأفلام القصيرة لمنتور أرابيا. أهلا وسهلا فيك بشارة. مرسي مثل كتير. كل سنة ومثل كل الوقت وعلى مدار على مدار السنة لحظات، ومنتابع مع الشيف حسين. خليكن معنا.